الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع عنا بلاءه وغضبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد النبي العربي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي العربي الأمين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. هل في ذلك قسم لذي حجر. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. هذه ديتها قدامك، ما هي قدامك، إن ربك لبالمرصاد. توب الله يا جماعة الخير، القرآن نقرأ فيه إحنا. تو لو كان الإنسان مؤمن إيمان جازم قطعي بأن إن ربك لبالمرصاد، لو كان عارف أن ربه راصده ومسجله سكناته وحركاته ولفتاته وكلامه ودنيته كلها، رصدها له وراد باله منه ويشبح فيه في كل لحظة، هو راقد هو مين يمشي، إن ربك لبالمرصاد. لو كان عارف كيدير الخطأ، إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. شو هو باي، هو ربي قال فأما الإنسان إذا ما أعطاه الله، ولا قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه؟ في فرق بين العطية وبين الابتلاء. الابتلاء امتحان. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، كلا كلا، رفض. هنا شكلام هذا سوى سوى، ربي ابتلاك في العطاء وابتلاك في المنع ليمتحنك، يمتحن إيمانك. هل أنت مؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا ماكش مؤمن؟ مؤمن غير أنت غني، ولما جاك الفقر ماكش مؤمن. مؤمن وأنت صحيح، ولما جاك المرض ماكش مؤمن. مؤمن في الاثنين ولا في واحدة؟ مؤمن في الاثنين. ترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره في السر وفي الجهر وفي الرضا وفي الكراهية. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني. شو معناها ربي أكرمني؟ معناها زي ما تقول أنت مداير جميل على ربي بعملك، والله سبحانه وتعالى كرمك. زي ما الموظف يقوم بعمله مظبوط تكرم الجهة متاعه، هو ملزوم بيك أنت بعملك، محتاج لك باش يكرمك في الشيء هذا. هو يبتليك، هو الدنيا هذه، الدار كلها، الدنيا كل هذه دار شنو؟ دار ابتلاء، امتحان في امتحان في امتحان في امتحان. يعني الامتحان الصغار يديروا في امتحان اسبوع ولا 10 ايام، انت تدير في امتحان عمرك كله من سن التكليف، من 18 سنه ننتصر لين تموت، عمرك 90 عام لما انت ناحيه منهم 18 وبقيت كلهم امتحان. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهنني، كلا بل ها كلا
بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. ما قالش وجاءت جهنم، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كل كلمة واحدة بس، واحدة كلمة واحدة في الصورة هذه، كلمة واحدة وانت تشدها وتحللها انت تكملها تبي شهر ما تكملهاش. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها فيهن أفضل أو أحب عند الله سبحانه وتعالى من هذه الأيام. هذه الأيام اللي نعيش فيها توحنا، هذا موسم. شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم شنو قال، يعني ما فيش أيام يقدم فيها الإنسان العمل الصالح، مش العمل الطالح، العمل الصالح، وقدم في هذه الأيام ما فيش أيام خير منها عند الله سبحانه وتعالى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ ردوا بالكم منها، باهي هذه تو هو الخطاب، تمت الجملة الأولى. ما من أيام فيها يحب الله سبحانه وتعالى فيها العمل الصالح أكثر من هذه الأيام، تم الجملة خلاص. هذا لو وقفت عند هنا تم، لكن الجماعة اللي يسمعوا في الرسول صلى الله عليه وسلم مش زينا احنا، الكلمة اللي يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم يحللها في سفيسع، يحللها ويجيبوا الإجابة بتاعها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زمان مركز لهم على الجهاد. ما دام هو ما فيش عمل، ما فيش أيام أحسن من هذه الأيام، قالوا له: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال لهم: ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله. أسمع الواه كرر، الواه هم قالوا سألوا على الجهاد، والواه الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا الجهاد في سبيل الله؟ أيدهم المرة الأولى، وبعدين قال إلا، جاب استثناء، إلا أهو الجهاد اللي في سبيل الله أهو، وضحوا لهم ما هو الجهاد. هم في نظرهم حتى بتاع الغنائم اللي يمشي يجيبوا فيها، ويجيبوا في الغنائم، ويجيبوا في الحاجات يأكلوا فيها ويربحوا، ويجيبوا في العبيد والجواري والحشم والخدم والعالم، هذا كله يعتبروا فيه جهاد. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ عرفوا نواياهم، قال لهم: ولا الجهاد في سبيل الله. حتى اللي تحسبوا فيه انتم جهاد في سبيل الله، لا مش هذا، هذا لا، العمل الصالح في هذه الايام خير من جهادكم اللي انتم تقولوا فيه. الا حدد لهم، وهذا نادر جدا حتى في زمن الصحابه، قال لهم: الا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني هذا المنصب من يوصل له؟ يوصل له حتى على مستوى الصحابة عدد بسيط، حتى الصحابة ثاقلوا في الأرض، حتى الصحابة امتنعوا عن المشي في الجهاد، حتى الصحابة هربوا من المعركة واختبوا، مش جبن لكن حب للنفس. ولا الجهاد في سبيل الله، قالهم ولا الجهاد في سبيل الله. طيب المفروض مش بنادم يفكر، يفكر شوية ويقول هم من شنو هو الجهاد في سبيل الله؟ لابد الراجل اللي يمشي، لابد يمشي الجهاد، يموت هو ويتم ماله كله، وإلا لا. يعني لابد اللي بيمشي جاهد، لابد يدفع نفسه ويدفع ماله، وإلا ما يسماش مجاهد في سبيل الله. لا، طبعاً العلماء بارك الله فيهم قالوا: إذا كان الإنسان مشى للجهاد بدافع الطبع فهو جهاد مش في سبيل الله، وإذا ذهب إلى الجهاد بدافع الشرع فهو جهاد في سبيل الله. حدد انت واش بحكي، دافع الطبع
ودافع الشرع. عندنا حاجتين كلمتين، حاجة اسمها الطبع وحاجة اسمها الشرع. تو واحد دافع على ماله، رد المعتدي على ماله، هذا بدافع الشرع ولا بدافع الطبع؟ بدافع الطبع. من طبيعة النفس البشرية أنه يحب ماله ويدافع عليه، أو على بيته أو على أهله، على أرضه، على عرضه، كل هذا بدافع الطبع. هذا شيء طبيعي جدا، أي إنسان بثور من أجل هذه العملية. لكن اللي ذهب للجهاد بدافع الشرع، بدافع عليه كلمة الله، شو بيحصل منها هو كلمة الله في الدنيا؟ هو ماشي لإعلاء كلمة الله. شوفها دافع الشرع، اللي مات في سبيل الله هو الذي ذهب بنية الشرع، بدافع الشرع، لأنه يجاهد في سبيل الله، مش بدافع الطبع. الشيء الطبيعي للناس كلها، حتى الحيوانات، حتى الحيوانات اللي ما عندهاش عقول الدافع بدافع الطبع، بطبعها الدافع الماكل متاعها، جي نعجة بتاكل من قدامها تزورها، لأن طبع. لكن الشرع شفتوا كيفه، هذا الدافع اللي بيسمي روحه مجاهد في سبيل الله، سمي روحه شهيد، يبي دمه اللون، لون الدم والريح، ريح المسك، لازم لابد أن يكون دافعه الشرع. والفجر اختلافات عديدة فيه، إلا صح هو فجر يوم النهار، هذا كلمة والفجر اللي أقسم بها الله سبحانه وتعالى، هو فجر يوم النهار. والشفع والوتر، الشفع اللي هو العدد الزوجي، والوتر العدد الفردي. في العشر أيام هذوما اللي فضلهم الله سبحانه وتعالى، فيهم يوم تسعة وفيهم يوم عشرة. يوم تسعة شنو فيه؟ فيه الوقفة في عرفات، الوقوف على عرفة والحج عرفة. التسعة عدد شنو؟ عدد فردي ولا عدد زوجي؟ عدد فردي. إذن هي شفع ولا وتر؟ وتر. يوم النحر يوم عشرة، العدد زوجي ولا فردي؟ عدد زوجي. إذن يوم عشرة اللي اسمها الشفع، والشفع والوتر يقصد بهم يوم عرفة ويوم النحر، باتفاق حتى ابن عباس وابن جرير وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن مسعود وابن عباس، كلهم حتى اختلفوا في اللفظ شوية لكن متفقين. منهم من قال العشر الأوائل من محرم، منهم من قال العشر الأوائل من شهر رمضان، لكن الأرجح والأصح هم العشرة الأوائل من ذي الحجة، هذا صحيح. العشرة والفجر وليالي العشر والشفع والوتر، هذوما كلهم أيام العشرة متاع الحج. والقسم أقسم الله سبحانه وتعالى على عباده ليبين لهم قيمة هذه الأيام عند الله سبحانه وتعالى. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ما قالش للناس والصلاة. علاش؟ هو يسألونك عن الأهلة، يسألوا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له الهلال الله يولد صغير وبعدين يبدأ يكبر 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 وبعدين يبدأ يرق من معش نشوفه. قال لهم هي مواقيت للناس والحج، لأن العبادة الوحيدة اللي ميقاتها المكاني والزماني في مكان واحد وفي زمن واحد، ما تصحش إلا بهذا اليوم وفي هذا المكان. تصلي انت في اي مكان، تصوم في اي مكان، تزكي في اي مكان، لكن تسجل تحج في مكان غير المكان هذا. علاش ما انا قال والحج، عطف الحج عليه، ما عطفش عبادة اخرى، حتى لو كانت العبادة الاخرى اقوى من الحج ما عطفهاش عليه، عطف عليه الحج. العبارة ذي اللي بنقولها لكم، الآية اللي بنقولها لكم توا، أنتم لما تقروا في سورة الفجر ردوا بالكم منها، وجيء يوم
يومئذ بجهنم. جاب المبني للمفعول، المبني المجهول. وجيء، ما قالش وجاء ربك بجهنم، قال وجيء، لأن فيها تشديد وفيها قوة في اللفظ، والزيادات كلها زيادة البناء، زيادة في الحكم. وجيء يومئذ بجهنم. وين كانت جهنم هذه؟ ما دام قال وجيء يومئذ بجهنم، ما كانتش موجودة. لما يوقفوا الناس يوم القيامة كلهم يوقفوا في المحشر ويبدأ يحاسب فيهم الله سبحانه وتعالى، يجيب الله سبحانه وتعالى جهنم. جهنم هذه اللي تسمعوا فيها، اللي تسمعوا بها، إن شاء الله ربي يعفينا منها الكل يا ربي، إن شاء الله ربي يعفينا منها، وإن شاء الله ربي ما يذوقناش هذه النار اللي نخرج عليها. شوفوا جهنم هذه فيها 70,000 زمام. شنو معناها 70,000 زمام؟ معناها 70,000 شكيمل، ديرها انت مراري، ديرها لوحة، ديرها سلسلة، ديرها اي طريقة فكر فيها بدماغك انت. جهنم وبجيبها ربي مدار لها 70,000 زمام، 70,000 زمام، كل زمام شدينا 70,000 ملك. تضرب 70,000 في 70,000 يطلع 4,900,000,000. يعني 5 مليار غير 100,000,000 هذا مش بشر زينا احنا، مش قال من البشر، وكان من البشر امر طبيعي 5 مليار يكروا في حاجة، امر طبيعي، لكن 5 مليار من الملائكة. تخيلوا قوة جبريل عليه السلام، جناحها طرف من جناحها بس، يقول بيه قرية هيك يرفعها لآخر سماء فوق، يقول هيك يطلقها تطيح. توقعوا جبريل جناحها يغطي في الشمس على افق الارض. 70,000 زمام، كل زمام فيه 70,000 ملك يكروا فيه وجايبينه. ما تديرهاش حساب هذه، ما تفكرش في المصيبه هذه اللي يكروا فيها 5 مليار عدد الكره الارضيه، توا عدد الكره الارضيه كلها بكفارها بمسلمينها يكركروا في جهنم. ويا ريت هم قوتهم كذا هذا ماي، هم الواحد منهم بقوة ال5 مليار أو 7 مليار في الأرض، لأن الواحد منهم قوة الله سبحانه وتعالى. يفعلون ما يؤمرون، يقول لهم اقلبوا المدينة اللي يقلبها، طلع المية من تحت الأرض يطلعها، دفوهم كلهم في جهنم، دفوهم كلهم في جهنم، يقول لهم ارموهم ودخلوهم كلهم الجنة، دخلوهم كلهم الجنة. معقولة يا راجل واحد يقرأ القرآن ويقرأ التفسير الصحيحة والحديث الصحيحة باهي، ويعرف أن جهنم هذه اللي بتجي يوم القيامة تمثل أمامها، أنت بتوقف أمامها، تبدأ على يسارك النار وعلى يمينك الجنة، هذه النار أنت باش بتتقيها؟ تتقيها بتقوى الله سبحانه وتعالى. سواء كنت مسؤول كبير ولا مسؤول صغير ولا رب أسرة ولا فرد في الأسرة، لكل واجباته. إذا لم تتق الله سبحانه وتعالى في أي مكان وفي أي زمان، دير في حسابك راهو 70,000 زمام في 70,000 ملك اللي كركروا في هذه. تعرف شنو يا جماعة الخير؟ على بعد مسافة ما قدرهاش إلا الله سبحانه وتعالى. القلب يبدا يغلى الداخل قبل ما تصل النار من شدتها. يعني 70,000 في سلسلة درعها 70 ذراع. الذراع راه مش ذراعنا احنا، راه لما تسمع الكلام هذا مش 70 ذراع بذراعنا احنا هيك زي تو 50 سم ولا 60 سم، بذراع ملك من ملوك الله سبحانه وتعالى. اشبه كيف يقدر هو كيلومتر الذراع متاعه ميل، اشبه قديش على 70,000 لوطة انت في قعرها لوطة لا قدر الله. شو المثال ينفعك من عملك اللي تدير فيه كله شو المثال ينفعك؟ وجيء يومئذ بجهنم
يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى فيقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، شوفوا ها، فيومئذ يوم القيامة، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. مش قال ولا يعذب، اسمعوا باهرة ردوا بالكم، ما قالش ولا يعذب على اسم المفعول، جاب على اسم الفاعل. شو معناها على اسم الفاعل؟ معناها ربي بيعذبك بروحه يوم القيامة. فيومئذ لا يعذب، مش قال لا يعذب، لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الرباط ما مش بيربطك واحد تاني، بيربطك ربي، ربي هو اللي بيكتفك، هو اللي بيربطك، والرباط ربي من يسجل يحله. في مخلوق بشري ولا ملائكة ولا جن ولا نمرود ولا مرضى ولا الشياطين يسجل يحل الرباط اللي ربط ربي إلا هو؟ إذا بيحلك يحلك، إذا كان مش يحلك تمت إمكانك. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. ادعو الله لعل تكون هذه الساعة ساعة إجابة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أما نفس اللي خاطب فيها الله سبحانه وتعالى، النفس المطمئنة في ذلك الوقت لما الرسول صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة ويكلم في الصحابة زي تو هيك، الصحابة كلهم عقلياتهم زي بعضهم، في اللي مشدود مع الرسول صلى الله عليه وسلم مشدود، يعني كل حركة وكل سكنة يرعي هيك يرعي هو معاه هيك يرعي هيك يرعي معاه هيك يقول كلمة يفكر فيها، وفي اللي ساكت وخلاص ماشي في حاله زي الهميمة. لما قال هو يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال ما أجمل هذا الكلام يا ربي، ما أحلى هذا الكلام. قال يا أبا بكر يقال لك أنت، يقال لك أنت، أنت نفسك يقول لها الله سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الصحابة بعدين قالوا في الحياة، قالوا القصد من النفس المطمئنة منهم من قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنهم من قال حمزة، هم بشهاداتهم. لكن الله سبحانه وتعالى الأحكام متاعه والقرآن متاعه كله يعني معناها مبهم، هل بحاجات هل بحاجات ما تسجلش تحددها أنت، يعلمها الله، لازم انت تقول بعد الله اعلم، ما تسجلش تنزل منه. هو صح النفس المطمئنه نفس ابو بكر ولا نفس عمر ولا نفس حمزه وغيرهم، لا، هو قال يا ايتها النفس المطمئنه، اي نفس مطمئنه حتى الان، حتى الان، حتى الان يرث الله الارض ومن عليها، هناك انفس مطمئنه، كل نفس اطمأنت لله سبحانه وتعالى وخشعت لله سبحانه وتعالى وخافت من الله سبحانه وتعالى ووجلت من الله سبحانه وتعالى وأملت عقابه بالعمل الصالح فهي نفس مطمئنة. كل من أدى الحقوق للعباد والحقوق لله سبحانه وتعالى فهي نفس مطمئنة. كل من خاف العباد من أجل مخافة الله سبحانه وتعالى فهي نفس مطمئنة. والنفس العاصية هي النفس الكافرة رقم واحد، والنفس اللي خرجت عن المألوف الفاسقة، هذه كل الأنفس هذه ما هيش مطمئنة. هو في حد ذاته هو مش مطمئن، هو لما يقرأ الآية بتاعت جهنم زادية
ماهوش مطمئن. الوالد الرصيد بتاعه معروف، عارف الرصيد بتاعه، عارف الحقوق اللي على كتافه، قاعده على كتافه ما تتنحاش. يا ايتها النفس المطمئنه، خاطب في النفس المطمئنه، ارجعي الى ربك راضيه مرضيه، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. شو معناها ادخلي في عبادي؟ النفس المطمئنه يوم القيامه الناس اللي ميته كلها، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. يتوفى الانفس كلها، كل يوم يتوفى الانفس كلها. اللي ماتت اللي قاعده رقدت ناموا في الليل، في الموت الصغرى والموت الكبرى. بعدين اللي كتب لها ربي بيرجعها لمولاها، يقول ارجع لمولاك، واللي مش كاتب لها ترجع لمولاها يشدها كذا تقعد الجثه مرميه، يدبروا له يمشوا دفناها وخلاص وانتهت القضيه. الانفس لما تتم الدنيا كلهم يموت الناس كلهم، الانفس موجوده عند الله سبحانه وتعالى. يخاطبها الله سبحانه وتعالى يقول لها يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك، ارجعي، يعني النفس المطمئنه رجعها، فادخلي في عبادي، ادخلي في عبادي، ادخلي في مواليك، كل نفس تجي لمولاه تخش يبدا حي طبيعي، وادخلي جنتي. ايسر من هذا معشي، ايسر من نفس من مئة مليارات السنوات يدزها ربي يقولها بري لصاحبك، خش له في قبره ويبدا بنادم ويقول له بري للجنه. هذه امنية كل مخلوق، لكن تبي عمل، تبي خشيه، تبي خوف، تبي معرفه بحقوق الله سبحانه وتعالى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الجمعة موعظة للجمعة الجاية، الصبح موعظة للظهر، الظهر للعصر، العصر للمغرب، المغرب للعشاء، العشاء للصبح، والصبح للظهر، وهكذا. هذه المواعظ، الشخص اللي مربوط على هذه الدائرة اللي تدور هيك بالشكل زي هذا وعارف روحه كان هو قاعد حي من الظهر للعصر، هو في ذمة الله سبحانه وتعالى، ويجب أن يراعي الله سبحانه وتعالى، هذا ربح. اللهم اجعلنا من الذين يحافظون على عباداتهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تم علينا هذه الأيام المباركة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وعم عنا الرخاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وابعد عنا الغلاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وقوموا إلى صلاتكم خاشعين يرحمكم الله.